ألقت جائحة كورونا بظلالها على الاقتصاد الكويتي. أصبحنا مطالبين بإيجاد مصادر دخل بديلة بعيدة عن النفط. الحكومة تطالب ببرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية. مجلس الوزراء يكلف اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي. هل سيكون الحل؟ إعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، هل ستزيد من أعباء الحياة ومس جيب المواطن؟ تقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد، هل هو الحل لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار؟ مشاهدينا، طبعا شفتوا هذا التقرير. الحكومة طبعا تسعى إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار، يعني إن شاء الله ما نوصل لهذه المرحلة. عشان كذي راح يكون معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد رمضان، راح يبلغنا ويطمننا عن كل الأمور اللي تخص ديارتنا الغالي الكويت. ألو، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي عبد الله، كيف الحال؟ هلا أستاذ محمد، شلون صحتك؟ تمام الحمد لله، الله يخليك. أستاذ محمد، في البداية طبعا بعد ما مسينا عليك، نبي لك مقالة أنت تكلم فيها قبل فترة بعنوان استمرار الإغلاق لا يحمي البشر بل يزيد المآسي، كلام يعني موزون وفي ثقل. نبي نعرف بالتفصيل شنو كنت تقصد من هذه المقالة. بالضبط، شوف أخوي، يعني إحنا أول شيء الوباء هذا جديد على أغلب دول العالم، يعني بما معناه يعني أي شخص يقرأ هو حال الطبيب. يعني أنت اليوم لما تولي أمور زمام الدولة للأطباء اللي ما لهم أي خبرة مثلا في الفيروسات ولا سارز ولا الأمور الطبية السابقة القديمة، أنت ما في فرق بينك وبين أي شخص، ما في فرق بينه وبين أي شخص مطلع أو يقرأ في المرض. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني للأسف إحنا قاعد نستشير الأطباء ويعني بشكل كبير جدا، وهو ما عندهم الخبرة هذه. يعني لا طبيب العيون ولا طبيب الباطنية ولا طبيب الأعصاب عنده الخبرة الكافية للتعامل مع المرض، وإحنا بنستمر في استشارتهم. اليوم إحنا قاعد نوليهم زمام الأمور كلها في البلد، وهذه عندنا مشكلة. يعني مثلا ما في اي وعي من قبل الاطباء على التاثير الاثار السلبيه للاقتصاد، الاثار السلبيه للبطاله. يعني اكثر الابحاث حاليا قاعده تشير الى ان ضرر البطاله اكبر من ضرر كورونا بكثير. اعطيك انا مثال اليوم، شوف الضرر على البطاله عند الوافدين مثلا، شوف حالات الانتحار، شوف هاي كلها تشوفها. تدري نسبه الوافدين اللي عمرهم فوق ال 65 سنه او المقيمين الغير كويتيين اللي عمرهم فوق ال 65 سنه اقل من 2%؟ انت قاعد تتكلم عن يعني لو بتخير كل هذول المقيمين هل يعود الى عمله ولا يصاب في كورونا، يعني هل يعود الى عمله ويصاب في كورونا او انه يقعد في البيت ويعاني من البطاله، راح تلاقي ان الغالبيه العظمى تختار ان هي تروح الى عمله حتى لو تغامر في الاصابه في كورونا. الضرر اللي أصاب هذه الفئة تحديداً من الإغلاق أكبر بكثير من ضرر كورونا لو كان يصيبهم. فلذلك إحنا لما نشوف الأطباء كيف يتعاملون مع الأزمة، أعتقد إنه اكتفينا أو نالنا ما فيه الكفاية، وخلي يستريحون شوية والأزمة تبتدي. يعني من كثر ما عانينا من أخطاء الأطباء، اليوم إحنا قاعد مضطرين إن نخلي الاقتصاديين هم اللي يديرون الأزمة خلاص. يعني الفتح يعني خلاص نفتح الاقتصاد بالكامل، صح، مع التباعد الاجتماعي مع التوصيات العالمية الطبيعية اللي هي أكثر الدول بتطبقها. خلاص أنت تفتح الاقتصاد في تباعد اجتماعي في عدد معين يكون في بعض المحلات أو كذا أو غيره، بس ما تروح من حظر كلي. ما فادنا يعني حظر كلي وراح يسوي لك شاليهات وفترة مشي، ما استفدنا شيء. إصابات قاعد تزيد، براح حظر جزئي، زين حظر جزئي كان قبل ما فاد. إيش اللي قاعد يصير؟ عندك غرف الطوارئ حسب تصريحات وزير الصحة عندنا 1000 غرفة يعني عناية مركزة. اليوم المستخدم فيها فقط 160-170 غرفة. شنو معناته؟ معناته أن أنت ما قاعد تستهلك شيء من يعني قدرتك الصحية. شنو؟ طيب استاذ محمد، لو نبي نتكلم بما ان احنا قاعد نتكلم عن تخطيط الدولة، الخطة اللي حاطتها الدولة او الحكومة، الخطة الاقتصادية، هل هي راح تكون مفيدة للمرحلة القادمة ان شاء الله؟ هي غير الفائدة الرئيسية ان نفتح الاقتصاد. اليوم انت قاعد تضلين، ما في يقين. يعني حتى محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة التحفيزية يقول لك ان الفترة هي 3 اشهر.
بينما وزير الصحة لما يطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك لا انه ممكن تزيد على حسب الحالات وغيره، نعم. معناته ما في، والمحافظ يأكد انه ما في يقين ايضا، لا لانه ممكن تتغير. يعني حتى احنا الحين قاعد نتكلم انه من شهر ثلاثة مثلا نهاية ثلاثة الى بعد ثلاثة اشهر زيادة، احنا قاعد نتكلم عن فترة ست اشهر بنشاط اقتصادي يعني ضعيف جدا، وبطاء يعني يزيد من الآثار المترتبة على سواء أصحاب الأعمال، على الموظفين، على الشركات، على العمالة الوافدة، على الوضع الأمني، على الثقة المواطن الكويتي في المستقبل، خاصة اللي كان متجه أو اللي فكر يتجه حتى للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة. هذه الحزم التحفيزية هي قليلة جدا في مقابل التأثير. يعني احنا مو في ازمه ماليه صارت يعني بدون سيطرتنا، هي صارت باجراءات حكوميه تفرض، صحيح الدوله فرضتها، صح الاغلاق، صح. فنفرق مثلا يعني احنا الحكومه نفسها هي اللي قاعده تغلق المنشات مو الناس. يمكن احنا استاذ محمد عفوا احنا التمسنا يمكن هذا الموضوع من خلال حتى مو بس بالكويت، على مستوى الاقتصاد العالمي كله قاعد نشوفه يتوجه للانهيار، حتى في امريكا في كل مكان اغلاق المحلات، اغلاق البنوك، إيه قاعد يسبب ازمه، صحيح قاعد يسبب الحياه قاعد تعود للطبيعه، صح. الحين بلشوا كلام في ايطاليا، انا اعطيك مثال في ايطاليا اللي كان فيها اكبر نسبه الوفيات في اوروبا، صح، من اكبر نسبه الوفيات، طلعوا في مظاهرات قالوا انتم يعني كذبتوا علينا، خدعتونا بكورونا، كورونا بس يذبح اللي عمرهم 80 سنه وفوق وعندهم امراض، صح. بينما البطاله قاعده تذبحنا، يعني البطاله والاثار الصديقة قاعده تذبح. تدري الوفيات بسبب الازمه الماليه العالميه 2008 الانتحار، حالات انتحار بس في دول متقدمه تفوق ال 10000. تدري اللي ماتوا بسبب البطاله لانه ما لقوا علاج للسرطان اللي كان يمكن علاجه، يعني أكثر من 260 ألف في الدول المتقدمة بس. تأثير البطالة أسوأ بكثير من ما تتخيل، يعني البطالة ضررها أكبر من ضررها. يعني أنت حسب كلامك اليوم أستاذ محمد، حسب كلامك اليوم يعني دور المالية العالمية، البنك المركزي شو يقول لك، بالمحافظة البنك المركزي شو يقول، اللي هو رئيس اللجنة التحفيزية يقول لك إن هذه الركود اللي قاعد حاصل بسبب أزمة كورونا أكبر حتى من أزمة 2008-2009، صح. يعني وهذا كله يعني باجراءات يعني من حكوميه كلها حسب كلامك طبعا استاذ محمد. يعني اليوم عفوا استاذ محمد، حسب كلامك يعني اليوم ان الاجراءات علشان شنو؟ شوف خليني اقول لك شيء ثاني بعد. تدري نسبه الكويتيين اللي فوق ال 65 سنه اقل من 5%؟ تدري النسبه عند الوافدين اقل من 2%؟ انت قاعد تدري النسبه في ايطاليا كم؟ 22% فوق ال 65 سنه ما فوق، ومع ذلك رجعوا يفتحون الانشطه وكذا. المانيا افتحت اول دوله بدات فيها اعاده الدوري لكره القدم، اجراءات بدات يعني خلاص الاقتصاد بدا يفتح مع اجراءات التباعد الاجتماعي. يعني استاذ محمد، يعني انت حسب كلامك او حسب اللي تبي تقوله ان اليوم يعني نقول الصحه بشكل عام بكل دول العالم مو قادره انها تحل موضوع ازمه كورونا، تشوف ان الخبراء الاقتصاديين هم يمكن اقوى في هذا الموضوع، ما يخالف، بس خلينا نتكلم اليوم عن خطه دولتنا احنا الكويت. لا شوف خلينا نتكلم، التجربه الصحيه في المانيا نجحت. ايه؟ يعني انت قاعد تتكلم على تجربه صحيه في المانيا نجحت، يمكن ما نجحت في ايطاليا بنفس القدر، ولكن الكل قاعد يفتح لان الضرر خلاص. انت الحين ما تقدر تغلق اكثر من كذي. هو كانت النظريه في البدايه شو تقول لك؟ تقول لك لو الدنيا يعني فرضيه هي، لو الدنيا كلها توقف اسبوعين المرض راح يختفي. حاولوا ما نجحوا، ما قدروا، يعني ما في، يعني ماكو فائده. سويت حظر كلي، سويت حظر جزئي، في اجراءات اخرى دول ثانيه، فقال لك انه بس نخفف قدر الامكان. الان الحل الوحيد هو التباعد الاجتماعي. بالنسبه لنا في الكويت انت كل اللي عليك تسويه انك بتخير المواطن، تبي تداوم داوم، تبي ترجع تبي تروح اطلع ما تبي اقعد، ولكن افتح الانشطه الاقتصاديه وتوعي الكبار في السن. يعني انا للحين اشوف الكبار في السن اللي اشوفهم اللي احتك فيهم مو واعين، ما يدرون لازم مثلا عزك الله يستخدم حمام بروحه ما حد يستخدمه وياه، لازم الكل يوخر عنه. يعني انت خلاص ما يصير تقرب منه، ولازم هو يتعلم انه هو يوخر عنه، مو بس يعني في صغار في كذا، لازم يتعلم انه هو اللي يوخر عنه وهكذا، غسل الايد وما ايش، هذه كلها الكبار في السن هم الاولى اللي يتعلمونها. نعم. والباقي الحياه خلها تمشي بشكل طبيعي قدر الامكان. اللي شاك، اللي عنده امراض، اللي شاك، اللي كذا، خلوه يتبع الاجراءات، خلوه يقعد في البيت. نعم. لكن افتح انت. طيب عندك استاذ مزايا في استاذ محمد موجوده في دول اوروبا. نعم. طيب استاذ محمد، مع اعاده دراسه في السن، مع اعاده دراسه السلع وتقليص الدعوم،
هل ممكن يكون هذا قرار صائب ويكون في حل مناسب؟ يعني احنا شفنا مثلا، انا اعطيك مثال بالنسبه للمشروعات الصغيره واللي الحزمه اللي طلعت فيها، اللي هي عباره عن يعني يخفض فوائد الدين او تقريبا سنتين بدون فوائد، بعدين 80% من الفوائد يشيلها وهكذا على مده 4 سنين. زين، هذه الاموال بترجع مره ثانيه، بس انت خفضت للايرادات مو كل شيء في الفوائد. هذا واحد. اثنين، المشروعات الصغيره بطبيعتها يعني مو مستقره، يعني ممكن هو يكون مثلا مو قادر يسدد قبل وحالته صعبة، بس ممكن بعد فترة ينتعش. اليوم أنا سويت فيه، قلت يبا اللي مو منتظم في السداد قبل ما راح أعطيه حتى تسهيلات مالية. يعني شنو قاعد نسوي أنا؟ يعني اللي محتاج واللي أكثر حاجة واللي ممكن يفلس ما فت أنا. نعم. فت اللي مو اللي احتمال تفليسه أقل. فبالنهاية الحزمة هذه التحفيزية تحمي البنوك أكثر مما تحمي يعني اصحاب المشروعات الصغيره. ني على الشركات نفس القصه، 3 سنين تمويل فوائد مخفضه. طيب انت قضيت على ايراداتهم، قضيت على نسبه كبيره من ايراداتهم. نعم. شلون تبي يتصرف؟ طيب في هذه الحاله هل سيمس جيب المواطن استاذ محمد؟ ضمان البنوك هذا ايضا يوريك ان الحزم التحفيزيه اغلبها لحمايه البنوك وليس لحمايه الاعمال بالدرجه الاولى. الحين خلينا نتكلم في موضوع اخر، المصابين واللي تشافوا هذول ليش ما يمارسون حياتهم بطريقه طبيعيه؟ ليش ما نسمح لهم ان يروحون ويتنقلون حتى بعد ساعات يعني يفتحون الاعمال يقومون في اعمالهم الطبيعيه، عمال توصيل ان كانوا وغيره، هذول خلاص احتمال نقلهم للمرض كان اقل. نعم. من الباقي بشكل طبيعي يعني، واحتمال اصابتهم ايضا بالجمعيات بهذا. ان مثلا انا كمواطن لو انا اصبت في المرض وتعافيت معناته اقدر ادش الجمعيه حتى في اي وقت بدون موعد بدون كذا، لان انا ما امثل خطر. نعم. ليش ما في هذه الميزه؟ ليش ما ياخذ هويه الشخص اللي اصاب؟ ليش ما يسوون الفحص الرابيد تيستينج اللي هو يعطيك اللي مصاب اللي يبين انه هو كان مصاب وتعافى من الاجسام المضاده؟ لان هذا اختبار سريع. استاذ محمد، مع هذه مع تقليص الدعوم استاذ محمد، هل سيمس جيب المواطن؟ مو محتاج انه يكون يحتمي. انا مثلا ابي اعرف هل اصبت في كورونا وانا ما ادري ولا لا؟ ما اقدر افحص، يعني ابي الفحص هذا اساس اضمن انه ما اقرب حق الكبار ولا غيره ولا لا، عشان اعرف شلون امارس حياتي. ما ادري، الوضع صاير صعب وملخبط والامور قاعد تصير. زين استاذ محمد، بس انا عندي استفسار، مع تقليص هذه الدعوم هل سيمس جيب المواطن؟ المفروض لا، يعني اللي لاحظته أنا من التقرير اللي ظهر فيه المحافظ. نعم. هو أن الكل لازم يتحمل. إحنا ليش نتحمل أخطاء وزارة الصحة؟ ليش نتحمل أخطاء الحكومة في التعامل مع الأزمة؟ نعم. الحكومة لها مزايا، الشعب صغير في السن جدا، يعني نسبة الكبار في السن جدا قليلة غير عن دول أوروبا. يعني أنت عندك الأكل وغيره وغيره، هذا كله هي من برا نستورده غير عنهم هناك. نعم. الإجراءات اللي كانت يعني، من يتحمل بالله خطأ أن الناس تروح الشاليهات؟ من يتحمل أن الجمعيات بس يخلونها بمواعيد وتصير زحمة عليها زيادة؟ من يتحمل هالأخطاء هذه كلها؟ بالعكس أنت افتح لساعات أطول. صح. على أساس الناس تروح وما يكون في زحمة. أيضا إذا بتعطي ميزة الحين بالحظر، خلي الشركات المشاريع الصغيرة تفتح بساعات الحظر كميزة لهذه المشاريع كنوع من المساعدة، مو بس تضمن لي قروض ومش عارف إيش. إحنا محتاجين مساعدة إن تساعدهم فعلًا، إن والله هذا يقدر يفتح حتى في ساعات الحظر. والله يا أستاذ محمد كلامك لا. فعلًا محتاج يعني حلقة كاملة. الله يعطيك العافية، مداخلتك ولا أروع فعلًا. مثل النورة شفتي أستاذ محمد الخبير الاقتصادي اليوم تكلم عن، مشكور يعطيك العافية على هذه المداخلة أستاذ محمد رمضان، يعطيك العافية. تكلم اليوم عن موضوع وايد مهم وقال شاب صراحة، قال يبا اليوم يعني اليوم وزارة الصحة والصحة بكل دول العالم حاولت أن تقاوم مرض الكورونا لكن هم ما قدروا، ويقول اليوم خل الخبراء الاقتصاديين يشوفون مسك ثاني عشان الدولة نفسها ما تتعرض لانهيار اقتصادي. هذا أكيد رأيه. وشوف طبعا بعد عندنا يعني تقارير وأيضا عندنا ضيوف ثانية راح يكونوا معنا في عسيف، خلكم معنا مشاهدينا.